كسيد كان مغربي والله يرحمه، ما قدرتش حتى نشوف هذاك المنظر. كاين واحد الحرمه ديال الميت ويكون في عوان والدين هاد السيد اللي غيشوفوا هذاك. الا ما شفتوش فيا انا عين الرحمه شوفوها غير في بنتي. خير عليكم كاملين، كنتمنى تكونوا بخير الاخوان. وصلني ذاك الفيديو كتصيفطوا لي مساجات ويرا وصلني الفيديو وطاقوني فيه وانا ما عاودتش حطيته وما غنقدرش نعاود نحطو. وعافاكم الدراري اللي عندهم ذاك الفيديو ما بقاش تحطوه، ما بقاش تريبوستيوه الا وصلكم. راه تكون فيكم شويه الانسانيه، ما تبوستيوش هذوك المناظر بحال هكاك. كسيد كان مغربي ولا ماشي مغربي الله يرحمه والله يوسع عليه. ونقول لكم ما قدرتش حتى نشوف هذاك المنظر. مهم الحمد لله والله يوصل الدراري ديال السومي على خير. وهذاك الدري الله يرحمه والله انا ما بقيت عارف ما نقول لكم حق الله، حيت اي واحد كان ممكن يتعرض هذاك الموقف بحال هكاك. اي طالب ولا اي انسان ولا ماشي غير طالب، اي واحد اوكراني كان ممكن يتحط في هذاك الموقف بحال هكاك. شنو نقول لكم؟ بغيت غير نوصيكم اللي عنده هذاك الفيديو ولا اللي وصل داك الفيديو، حط الله ما بقيش تبوستيوه. راه كاينه واحد الحرمه ديال الميت وانا كنقول الله يكون في عوان والدين هاد السيد اللي غيشوف هذاك الفيديو بحال هكاك. وان شاء الله يتعرف الجنسيه ديالو ولا يتعرف شكون هو في اقرب وقت ممكن. المهم فاش تكون عندنا شي معلومه غنقولوها وصافي. هذا الله هو شي صعيب بزاف وين الناس اللي باقيين تما، يا ربي تعطيهم القوه وتعطيهم الصبر حتى يدوزوا. بالنسبه للناس ديال السومي راهم باقيين شادين الطريق الحمد لله، راه خرجوا كاملين، تاكدنا من المعلومه انهم خرجوا كاملين وما بقى حتى واحد. كنتمنى يا ربي تدوز الطريق ديالهم سالمه ويوصلوا للحدود ويدوزوا ان شاء الله هي. المهم الدراري اللي شادين الطريق واللي غادي للحدود ردوا البال وشوفوا مزيان الحدود واش عامرين متخاوين، شوفوا واش هذوك الحدود باقيين كيقبلوا باش تفاداو دوك المشاكل. لانكم تبقاو تسناو، واخا انا عارفه غتبقاو تسناو وغتبقاو تسناو واحد المده من الوقت، ولكن المهم مهم انا كنقول المهم الواحد غيخرج يصبر شويه ويخرج الواحد. المهم كيف قلت لكم الا باقي عندكم شي معلومه على شي واحد واحد في شي مدينه ولا شي حاجه خليوها ليا هنايا، ولا صيفطوا لي الكونت ديالو ولا صيفطوا لي اي كونتاكت نتكونتاكت معاه. المهم دعوا معاهم دعوا معاهم، محتاجين غير الدعوات. سلام خوتي، اول حاجه ميرسي بوكو على الناس كلها اللي بارطاجات الفيديو ديالي، يمكن يوصل صوتي باش يلقاو ليا الحل الراجلي انهم يعطوه فيزا باش يمشي معايا للمغرب. انا كنت عايشه في اوكرانيا، جيت قبل الحرب بسيمانه وكان عندي التيكيت ديال الرجوع مازال عندي في التليفون نهار ديال الحرب، ما تلغى ليا حيت كانت الحرب. كان طالب انه غير لومباساد ديال المغرب في لبنان يدير الحراج لي انه يعطو فيزا باش نقدر نمشي للمغرب، حيت الازمه اللي كاينه في لبنان ما كتساعدنيش انني نبقى فيها هنا. وديجا ملي دخلت لبنان طبعوا ليا غير 15 يوم، ديجا انا حركت ديك المده، يعني ملي غنخرج من المطار دابا غنخلص واحد البيناليتي ولا غيعطوني لي باسي. انا ما بغيتش نتفرق على راجلي، بغينا نمشي اونصومبل، ما كنطلب والو، كنطلب غير من لومباساد انه يعطيني فيزا باش نمشي للمغرب لراجلي حيت عنده باسبور اوكراني. كيقولوا له لا خاصك كيقولوا لي لا خاصك خاص راجلك يدير باسبور لبناني. ملي مشينا نشوفو نديرو له باسبور لبناني ما كاينش عندهم اصلا الحبر هنا، كيقول لك يمكن من هنا شهر 6 شهر 7 باش يقدروا يعطوه باسبور لبناني. ما كاينش حل، نتمنى غير يعطوني غير الفيزا لراجلي. كنعاود نقول لهم ما بغاتش شي حاجه، ما بغاش انا اصلا نمشي لاوروبا، ما بغاش نكرفس بنتي معايا، بغيت نمشي نستقر في بلادي نكونوا مجموعين. حنا دفعنا ضريبه ديال الحرب، حنا اللي دفعنا الضريبه ديالها. عفاكم سهلوا الامور القانونيه شويه، سهلوها راه بحال مني انا، راه كاينين الافات ديال الناس، ماشي 10 الناس، الافات ديال الناس اللي واقعين في نفس الحاله ديالتي انا. سهلوا الامور، راه حنا ماشي خرجنا من البلاد هكاك، راه حنا خرجنا حيت فيها حرب، خرجنا فيها ما يمكنناش نرجعوا لديك البلاد حيت فيها الحرب. الوغ ما تبقاوش تعقدوا الامور بزاف، باسبور اوكراني طبعوا له الفيزا يمشي معايا للبلاد، راه حنا عندنا عقد ديال انا كنشوف بلي لومباساد خاصو يسهل لينا الامور ماشي يزيد يعقدها علينا. هما عارفين بلبنان هنا ما كاينش الحبر ديال الباسبور وحنا مزوجين، وكنقول لهم ها العقد الزواج عطوني غير الفيزا الراجل نمشيو مجموعه للمغرب ونمشيو نشوفو حياتنا.
دابا في لبنان ما مستقرينش ما شايفينش شنو هو الاستقرار. علاش كيبقاو ضريبه الحرب كتجي على البشر؟ علاش حنا راه ماشي ما دبنا حتى شي حاجه، ما دبنا حتى شي حاجه، سهلوا علينا الامور، رجعوا غير لبلادنا، رجعوا غير. انا بنتي ما بغيتش نفرقها على باها، ما الماس ما يقدرش تجلس معها تجلس معايا وما تشوفش باها. دابا هما كيفرضوا عليا الامر الواقع، كيقولوا لي دي بنتك وسير المغرب وراجلي كيدبر محاينو. اوكي الا ما شفتوش فيا انا عين الرحمه شوفوها غير في بنتي. فوالا اخوان وصلنا، عطاونا لي شومبر لعبات بالدوش داكشي كامل، الحمد لله الحمد لله وصلنا تما. طلوا لي على برلين، طلوا لي على برلين، هذا ما كان عندي لكم ستوري، هضره مهمه في ستوري الجاي. اخوان الناس اللي كيعرفوني قدام وديكشي، ملي كنت عندي 40000 50000، دابا تبارك الله راه داكشي وصل ل 200000، كتعرفوني انني واحد الانسان كنبارطاجي معكم الدايلي لايف ديالي بواحد الطريقه اللي كتضحك، كنضحكوا كنشطوا بيس، ما كانش هاد الدروين. دابا الحمد لله الحمد لله تزادوا الناس، مي كاينين سلبيات لي بزاف ديال السلبيات، وراه بنادم غادي يكون عارفهم، وماشي عندي في الانستغرام، في لي باج الاخرين داكشي كيتبارطاجاو داكشي، وداكشي كيضرني انا، واكثر ما كيضرني انا كيضر عائلتي. ما نعاودش لكم لي طال وصلت لهم ديالي انايا، وديكشي ضرني بزاف انا اليوم وعانيت منه بزاف. فوالا الحاجه الوحيده اللي بغيت نانونسي لكم هو انه غادي نكمل معكم في الضحك وفي النشاط وديكشي كامل. الحاجه الشخصيه ديالي اللي هي الحياه الشخصيه ديالي ما غاديش نبقى نبارطاجي معكم، نبارطاجي معكم مي في حدود، هذا اللي كاين، حيت فريمون ضريت في هادشي، ما عرفتش باين عليا ولا ما بيناش عليا، ما ضريت في هادشي بزاف وضرت عائلتي اكثر من هادشي، وحنا واحد العائله اللي محافظه. اما بالنسبه لديك الرجعه ولا عرفتي شنو تال من بعد نعاود ليكم، المهم الهروي دابا ما طق ليا برلين فابور، وانت شوف تبت ليا ديال الله بيسلي، رحم ليكم الوالدين وشكرا بزاف على الميساجات ديالكم، وانا غارتاح اليوم وانا معاكم. سمحوا لي طولت عليكم نسيت ما قلتش لكم، الله يسهل عليكم لي باج اللي حاطين تصاورين التصاور ديالي انا وكارينا، اولا لي ميديا اللي حاطينهم، اولا اللي معول انه يسولني على داكشي راه ما غاديش نجاوب، ولا حيدوا دوك التصاور الله يسهل عليكم، راه كضروني وضريتوا عائلتي. مجلة ليلى العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.